التخطيط المالي للمستقبل والادخار وكيفية الاستهلاك أمور يجب أن تكون على رأس أولويات كل أسرة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم. حسستك بدك تضحك يعني كأنه لأنه اللي جاي على قد اللي رايح. أقول لك أنت مش شكلك وجه ادخار أصلا. دعونا مشاهدينا نتفق أنه طبعا الإغراءات كثيرة، إنفاق الأموال أصبح أسهل من أي وقت مضى. كمان طبعا هناك نصائح، النصائح الاقتصادية تقول انتظر 48 ساعة قبل شراء شيء تركته في سلة التسوق الإلكترونية، بعدها قرر إذا ما كنت قد تحتاجه فعلا، لن يؤثر كثيرا على ميزانيتك هذا الشيء. صح، الضغط الاجتماعي طبعا هي مشكلة أخرى تدفعنا أحيانا لشراء أشياء لا نحتاجها، لكن لأن الآخرين يملكونها ليس إلا. نقاشنا اليوم حول اقتصاد الأفراد وكيف نتوقف عن التبذير تحديدا. سمر الماشطة الصحفية في قسم الاقتصاد ضيفتنا، وسنتحدث كثيرا عن هذا الأمر. أهلا بك. صباح الخير سمر. أهلا يا صباح سمر. الخير. صباح الورد. أنا أتحدث عن لسان الخبراء وليس عن لساني، لأنه أنا همين مو كلش قوية برضو الادخار. لا ما هذه طبيعة بشرية، أنه أنا مثلا يعني الواحد يقول الدينار بجيبه أو الدرهم بجيبه يحكه لازم يطلع والريال. بس مثل ما قالت راوية همين، المشكلة الآن مع البيمنت الدفع عن طريق التليفون أو الساعة أو الوسائل الإلكترونية بعد ما تحس فيه، يعني مو مثل لما تطلع كاش وتدفع يوجعك شوية، هسا تك 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 ما تحس فيه، ما تلاقي إلا وكأنك أنت عم تدفع فلوس يعني. صح مقابل صح. طيب مو خلينا ندخل الموضوع على طول، شو يعني كي قديش لازم ندخر من مدخولنا، وشو أكتر المناحي الحياة اللي منبذر فيها؟ هناك قاعدة ذهبية متعارف عليها عالميا اللي هي 50-30-20، 50% من دخلك يصرف على الضروريات، إيجار، أكل، وقود للسيارة، مدرسة، كهرباء، مدارس، الضروريات اللي لا يمكن تستغنين عنها. 50%. 30% عن what you want، أشياء تريديها، أشياء مثلا الأشياء الفاخرة، يعني مثلا بدل ما تشترين حذاء ألدو تشترين حذاء غوتشي فور إكزامبل، هاي 30% تروح على هاي الأشياء اللي تريديها، اللي يضيف لك سعادة بس هي بنفس الوقت مو ضرورية، يعني تقدرين تستغنين عنها. كماليات. 20% ادخار. كل القواعد حتى كل كتب الاقتصاد الثانية اللي يقول لك 80% ما أعرف إيش، 20% لازم يروح على الادخار. إذا أنت ما تتمكنين، عندك التزامات مادية، ما تقدرين تدخرين 20% من مدخولك الشهري، على الأقل بلشي من 5% وبعدين ضيفي له ولو 1% كل سنة، بس لازم تضيفين. على حساب شنو يزيد الادخار؟ على حساب، على حساب الكماليات ولا على حساب الكماليات طبعا. أي يعني مثلا يعني طيب ما هي المشكلة أنه كيف يبدأ الشخص؟ دائما هاي مهمة ونجاوب على السؤال. بس أبي أقول بأنه ايه؟ الجزء الصرف الإلكتروني أو التسوق الإلكتروني ما بعد كورونا أصبح إدمان. صح. شلون؟ ما أعرف أروح بعد شوبينج عادي إلا على التليفون، لأنه دقيقة لدينا. شلون نوفر؟ طيب مبدئيا تجيب ورقة تكتب بها الإكسبنسز، الأشياء، المصاريف مالتك اللي تصرفها كل يوم، تسجل كل يوم لمدة شهر، تروح على هاي المصاريف تشوف وين تقدر توفر. أول شيء إجابة على الشق الثاني من سؤالك، أيضا مسألة الأكل خارج المنزل، يعني لازم تخصص وقت مع تنظيم وقتك، لازم تخصص وقت تجيب معك أكل إلى المكتب بدل ما تطلب من برا، ممكن توفر على نفسك 80% من سعر هذه الوجبة مثلا بلش بها. عندنا الآن مشكلة كبيرة هي أيضا الكريدت كاردز، الديون اللي علينا زادت الآن الانترست ريت أو الفائدة على هاي الكريدت كارد، حاولوا تسدوها قدر الإمكان شهر بشهر أو تمويل من جهة أو بنك آخر يعطيكم فائدة أقل، سدوا الفائدة الأكبر، هذا أهم شيء لازم نركز عليه. آخر نصيحة. نعم. وآخر نصيحة العلامات الفاخرة، لما تروح تشتري علامة فاخرة غطي العلامة على الحذاء، قول هل أنا أدفع $1000 على هذا الحذاء إذا ما كانت عليه هاي العلامة؟ وشوف هو هذا قرأ. هذا الإشي اللي بيضحك إنه إحنا بندفع هالقد فلوس علشان علامة تجارية، بس علشان اللي هي ما مكلفة الشركة دولار يمكن، لا على الكواليتي ولا جودة المنتج. صح. بس جرب. شكرا جزيلا لك سمر الماشطة الصحفية في قسم الاقتصاد. شكرا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.